أعتقد هذه الأحكام أحكام كانت واجبة، وأنا سعيد أنها تمت بشكل أيضا متحضر، أضاف للثورة المصرية مجدا آخر. يعني الثورة المصرية أبهرت العالم. طبعا اللي عايشين في مصر ما كانوش يعرفوا الحكاية دي، لكن أنا كنت في الخارج وبسافر الخارج كتير، وعشان كده لما أقول أبهرت العالم ده حقيقي، يعني انبهار بالثورة المصرية وبالطريقة اللي الشباب بيها نفذ هذه الثورة، ووصل تقريبا لمعظم ما كان يبتغيه في الشهور الأولى، في الأسابيع الأولى ثم في الشهور الأولى. بعد كده طبعا المشكلة جت في الثوار لم يحكم، لأن الثوار كان عندهم زهد شديد، يكاد يكون زهد صوفي في السلطة. اكتشفوا ده متأخر. يعني احنا المخضرمين من كبار السن زي حالتنا كنا نرجوهم ان ينظموا صفوفهم ويخوضوا الانتخابات. هما كانوا يعتبروا الكلام عن السلطه او تنظيم حزب كفيه شيء من الدناسه او النجاسه، عاوزين يفضلوا متطهرين الى النهايه. طبعا اكتشفوا في النهايه ان الثوره ممكن ان تختطف منهم، وفعلا على ما يبدو انها اختطفت الى حد كبير. طيب، يعني هناك إشكال أن يعني حكم المحكمة الصدر بخصوص الرئيس السابق يعني لم يشر بسبب الاتهام إلى من قتل الثوار، يعني تحديدا، يعني أليس كذلك؟ أصل دي جهة ال وهذا تعلم رئيس حضرتك، وهذا تعلم أن النيابة ذكرت أن هناك ملفات أبطلت وملفات يعني سحبت ولم تقدم أدلة إثبات وشهود إثبات ثوره، يعني كانهم غير موجودين، كانهم نفي او غير موجودين في القضيه. يعني لا استطيع طبعا ضمير مستريح ان افتي في هذا الموضوع، لانه في عدم وجود كل الاوراق. لكن انا بقول انه ما زال هناك فرصه لاعاده المحاكمه لمن هم مستاءون من هذا الامر، اذا كانوا بيعتقدوا، اذا كان في ادله جديده فلابد ان تظهر. واحد المرشحين على ما اعتقد دكتور محمد مرسي قال انه لو وفق في الانتخابات فسيعيد المحاكمات، وربما تظهر اوراق لم تكن موجوده. فالمهم ان الملفات لم تقفل تماما. طب حضرتك على كلام الفريق الشهير انه قال يعني ان او اتهم صراحه جماعه الاخوان وبعض الطوائف الاخرى انهم الذين يعني قتلوا الثوار. سمعت هذا طبعا؟ يعني تعليق حضرتك على ذلك؟ لا، يعني هو سمعته وقلت اذا كان ده حدث فالبينة على من ادعى، ده مبدأ شرعي إسلامي وقانوني. هيبقى مطلوب من الفريق شفيق إنه يقول لنا إيه الأدلة بتاعته، وإذا كان هناك أدلة أو قرائن برضه يحطها للرأي العام، والرأي العام يحكم، ثم القضاء إذا رأى جدية في هذه القرائن أو هذه الأسانيد ممكن نفتح التحقيق. هيبقى طبعا صعب إذا كانت المحاكم في الدورة الأولى أو في الجولة الأولى ما قدرتش تثبت الحاجات، لأن بتكلم عن مليون واحد، مين اللي ضرب مين، مين اللي أطلق النار على مين. مثل هذه طبعا كان في خطأ استراتيجي في الموضوع. خطأ استراتيجي إنك أنت اتبعت الطريق الطبيعي في الثقافي. في الثورات عادة بتنشأ محاكم ثورية لا تلتزم بكل القواعد والإجراءات المعتادة في التقاضي. هذا لم يحدث، ومن الصعب أنك تعمل محكمة ثورية بعد الهنا بسنة، يعني بعد قيام الثورة بسنة ونص قربنا على سنتين، وبعدين تعمل محاكم ثورية. طبعا ممكن، لكن هتبقى زي الأكل البايت إنجاز التعبير يعني. فأنا رأيي طبعا انه المجتمع يمضي في طريقه ويطوي الصفحه دي، ويعني ما ليكن لنا يعني في رسول الله اسوه حسنه او في جنوب افريقيا مانديلا اسوه حسنه، الاثنين يعني. الرسول بعد ما دخل مكه رغم كل اللي عذبوه واساءوا اليه هو والمسلمين الاوائل، الا انه عفى
وذهبوا في أدب الطلقاء لقريش. كذلك مانديلا عمل محاكم المصالحة، العفو والمصالحة، ادى للناس فرصة للظلم في العصر العنصري الذي سبق استقلال جنوب افريقيا، انهم قدموا كل مظالمهم ومحاكم اتعملت، لكن في النهاية خير الضحايا انه في القصاص، قصاص مادي قصاص معنوي. ثم طويت هذه الصفحة في خلال سنة من عودة حكم الأغلبية. وبالتالي أنا طبعا دعوتي في هذا البرنامج أنه مع إبقاء الباب مفتوح لمزيد من التقاضي، إلا أني أنا أرجو أنه نحن نطوي هذه الصفحة بأسرع ما يمكن.